شوف دمي فينال شامبيونان نتاع تونس ماهوش باش يكون ساهل بيان سور، خاطر الظاهر لي الادفيرسير نعرفوه يعرفنا. بون في صفاقس عندنا افونتاج كبير اللي هو الجمهور نتاعنا اللي عاونا برشا اليوم وعطانا افونس بسيكولوجيك باش نمشيو للسوسة 50-50، معناتها ما فماش شكون باش يربح ولا شكون باش يخسر غاديكا من الاول. وافونتاج ممكن يكون عندنا احنا خاطر اخر بارتي كنا رابحينها، دونك الافونتاج باش يكون عندنا في سوسة ان شاء الله. صحيح مقابله نتاع كاس بالنسبه لينا احنا، هذه كنا مطالبين باش نفوزوا. الفريق المنافس خذ علينا زوز اشواط بمانير زاد ماهيش باهيه بالنسبه لينا احنا، خاطر فرطنا نجم نقولوا في زوز اشواط الاولى بعد ما خذينا سباقيه مريحه في الشوط الاول. في الشوط الثاني بعد ما رجعنا موان 5 ورجعنا وخذينا الاسبقيه وجاتنا بلدوسات، معناتها نورمالمون فريق اخر يتحطم معنويا وتكون نتيجه 3-0 بنتيجه عريضه ممكن في الشوط الثالث. لكن ورينا اليوم عزيمه كبيره ياسر، كنا مصممين برشا برشا باش نترشحوا، سورتو اللي ورانا جمهور كيما جمهور نادي الصفاقسي في كره الطائره كيما شفتوا، معناتها ورى اليوم اللي هو جمهور يفهم الكره الطائره. مالغري الفريق نتاعو خاسر زوز بلاش ما يسش وما عملش كما برشا جماهير اخرى اللي تبلبز وتفسد المقابله، معناتها الحمد لله الانتصار هذا نهديه للجمهور نتاعنا يوقف معنا وندعوه الجمعه الجايه باش المقابله نتاع الدومي فينال نتاع الكوب ان شاء الله ضد الترجي الرياضي باش يكون حاضر وبكثافه اكثر من اليوم، خصوصا ان شاء الله بعد ما نجيبوا له ورقه الترشح نهار الاربعاء وربي معنا في الماتش الجاي. وان شاء الله الماتش نتاع الربح هذا اللي كان ناقصنا، كنا نلعبوا بالكدا عادي في ماتشات باهين لكن كان ناقص الربح كونفيونس ليكيب باش تاخذ كونفيونس في روحها، اليوم تحقق بعد بالمانير هذه، دونك ما عندناش علاش نخافوا باش نمشيو لسوسه باش نجيبوا ورقه ترشح ان شاء الله. عوده من بعيد صحيح، الاولاد حطوا في قلبهم وكانوا عازمين على الانتصار، وحتى كي خسرنا الزشوات الاولانيين كانوا عازمين باش يرجعوا في المباراه ورجعنا، وان شاء الله نهار الاربعاء مازال المباراه الفاصله، الماتش دابوي نهار الاربعاء ان شاء الله نكونوا في المستوى وان شاء الله نتعداو للنهائي باذن الله. معناتها ما نجموش نتكهنوا بنتيجه المباراه، معناتها النجم اخذ الاسبقيه شوطين لحقنا عليه انتصرنا، في سوسه كيف كيف اخذ الاسبقيه كنا نجموا نخلطوا ضيعنا كره التعادل شوطين لشوطين. مباراه ديما صعيبه، احتكاك كبير بين ملعبيه كبار في الفريقين، وان شاء الله ان شاء الله نادي الصفاقس يكون في يوم ونهار الاربعاء وان شاء الله نمروا للنهائي باذن الله.